عمو عدنان؟ إذا لا سمح الله صار شي لعلي، أمي رح تفوت على السجن؟ ما رح يصير لشي لأمك، وعلي كمان رح يطيب. ليكي زهرة، هالقصة رح تضل بيناتنا، تمام؟ ليش لحد هلأ ما وصلنا خبر من حدا؟ شو بيكونوا عم يعملوا هدول؟ اتصل بعدنان وافهم منه شو صار؟ ما رح يقلك شي أبداً. الأحسن ننطر وما نوتر الأمور أكثر ونلفت نظر. ها ليكن وصلوا. ايه ملك كمان اجت معه؟ يعني هي ما عملت اي شيء مع علي؟ وقفي رح افهم شو اللي صاير بالضبط. عدنان يا بنت شو اللي عم تعملي عنا؟ عدنان شو اللي صار؟ ليش هي اجت لعنا؟ امي علي تصاوب وهو بالمشفى. اه كيف ومين اللي ضربه؟ ليش تصاوب اصلا؟ لك ما في شيء، خليني غير ثيابي وبعدين بشوفك. يلا زهرة. بهي خانو أنا بعرف شو اللي عملته. ونحن شو اللي عملناه بالله؟ عملتي حالك عم تحكي على التليفون مع بنتي زهرة، لعبتوا علي كرمال روح على بيت المزرعة. بس الحقيقة هلأ أو بعدين رح تنكشف، والكل رح يعرف إنه عدنان مانو من عائلة كرمال. من الأول حضرتك كنتي بتعرفي إنه الأغاوية من حق عزة ومانا من حق عدنان، ما هيك؟ لأنه عدنان مو ابنك، هو ابن فاطمة بيكون. أنا وعم جيب الغراض من السيارة، علي وقع من على الدرج. طيب كيف صار هلأ؟ هو وضعه خطير ولا شو؟ فهمني أنتوا ليش أخذتوه على المستشفى؟ لما وصلنا كان غايب عن وعيه، أمنا طلبنا الإسعاف فورا. طيب كيف صار هيك يا ابني؟ بس لأنه وقع عن الدرج أخذتوه على المشفى؟ ليش ساكتة وما عم تحكي؟ علي ما كان معك وقتها يا بنت؟ لا تكوني انت اللي دفشتي. وليه؟ لك لا ستي، زهرة ما لها ذنب بنوب، هو علي وملك هنن وعم يحكوا تفركش علي وقتها. فهمت، كمان من تحت راس هديك الحية ملك. ماني مستغربة من وحدة مجنونة مثلك انها تقول هيك سخافات. نحن التنتين منعرف إنه هي الحقيقة. ما ضل غير القليل ورح تنكشفي على الآخر، بكرة بتشوفي. ملك كرمان، في شكوى مقدمة بحقك، لازم تتفضلي معنا على المخفر.
عمو عدنان اجت الشرطة على القصر وبدهم ياخذوا امي. لسه رح تشوفي أكتر ورح تكوني عبرة لكل الناس إن شاء الله. أمي استنى شوي، بس دقيقة دقيقة، في سوء تفاهم، مرتي ما عملت شيء. زمرد كرمان مشتكي على زوجة بحضرتها. تفضلي. ملك لا تخافي، أنا جاي وراكي. أنا رح أجي معك. يلا. اللي قالته مزبوط مرت عمي؟ معناته لهيك حاولتي تخلصي من ملك. عدنان مو من عيلة كيرمان، ابن فاطمة ما؟ بدي روح لحتى أشوف علي بالمستشفى. ديري بالك على جمال يا فاطمة. إيه؟ إيه؟ لا تقلقي أبداً ستي لورين، الله يخلي لكم هالصغير ويشفي له أبوه. يا روحي. حتى لو ما حكيتي لي شيء أنا متأكدة كل هالشي كرمال هيك؟ كان بدك تموتي ملك كرمال ما حدا يسمع منه؟ بس أنتي ليش ما حكيتي لي إلي؟ لو كنت بقدر كنت مخبي عن حالي. صدقيني شخص واحد اللي عرف بس وصلت الأمور للي نحن فيها. ليلى اسمعي، عزك ما لازم يعرف هالحكي أبدا أبدا. شو اللي ما لازم يعرفه عزك؟ شوفي كمان يا بهية. مرت عمي حكيت هيك مشان عزت ما يدافع أو يحمي ملك بعد اللي عملته.